إن الدين عند الله الإسلام. أرى أن هذا لا ينبغي، لأن هذا يعرض الآيات القرآنية للامتهان، يعرضها للسقوط والامتهان، ولأنها تعلق مع أشياء أحيانا من المناظر والصور وغير ذلك، يخلق القرآن مع غيره في المعلقات على الجدران، وغالبا يعلقونها للزينة والنقوش وما أشبه ذلك، فالقرآن يصان عن هذا ويحتفظ به في المصاحف وفي الصدور، أما تعليقه على الجدران أو على السيارات أو على فهذا يفتح الباب للتهاون في أمر القرآن وإهانة القرآن. وما عهد عن السلف، ما عهد عنهم أنهم يعلقون اللوحات القرآنية على الجدران أو على السيارات، وهم أحب منا للقرآن وأحرص منا على القرآن والانتفاع بالقرآن، ما عهد عنهم هذه الأشياء. نعم.